بسم الله السلام عليكم ايثما سي ايثما من ايمات جيم يكون الكان اقي عواد زي جديده كيفو مع عواد نهار ان شاء الله سي جلا غوسي تعاود نضيط ان شاء الله جديد عواد اقش نحاول نمد المقادير. السلام عليكم اخواتي، ها حنايا رجعنا لكم ان شاء الله بوصفه جديده مع الشيف ديالنا. غنمشي نوري لكم المقادير. بسم الله نبدا نمزقرو غنضيرو بصر ايش تبسط واحد بسيله مقطعه اطراف صغيره ايجنا اربعة شامبينيون اربعة ايجنا اربعة اربعة واه ايجن فلفل دازكوا فليفله حمراء قطعه او ثاني انا دا غير نركاس نسميد واتي ركاس ركاس نسميد واتي زعما السميد ونزل زداد واحد الكاس ديال السميده العنبه ونزل زداد هذاك ديال الرقيق كاع كريم فريش كريم فريش هذا المليح مليحه هذا شي حاجه موسقه من الكفته اما نداند اما يازير اما وكسو مخس مكني يعني الكفته كيما حبيتو نتوما هذا الزيت معروفه الزيت البلديه هذا اللي كاين معكنوس معكنوس هذا غير نركاس موسقه الناروز واحد كاس تسمى طاس المهم طاس باش كتشربو القهوه ديال الروز ديال الروز هذا طوماطيش لاصوص 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 طوماط وهذا يجينا بعيقيو عندي الشاي عندنا الثومه 4 دروسات الثوم وانا غنيتين جامبا شي حاجه جامبا شويه ديال الجامبا وانا غير عطريه سكينجبير ذي الكايمون ذي القرفه ذي الخرقوم والعطريه انا دا الفلفل الرومي دوانيتي مزيان في الواقع نعمر الفلفل وانيتي فلفله شحال ما تقسم الفلفل 10 20 15 على حسب شحال يجي من عائله هاكا نروح نعقد كيفكم عاود راح نبدا الطريقه ان شاء الله بسم الله غنبدا نقز الزيت احنا نمشيو نوري لكم الطريقه دار شويه زويته بلديه باش نبدا نشرب الصوص لا دائما التمر بصفر كيما راه مخاصي الشات الشات تخمر تجا شوميت تجا دائما عارف راه بسرعة تيشات دائما تبقاو ديرو دائما البصيلة عاد التومة باش ما تحرقش التومة وتعطي الريحة خايبة ثانية مخزر مانية خدمة الفلفل فلفلة من بعد ما يخلينا نتيجة مني غادي يشحى غتكسر كامبا تاع راح تقشا غتقصر دابا نخليو هادشي يتشحر على خاطر بشوية نمشيو نقشو هاد الكامبا ومن بعد غنقوم نعقبو ونرجعو نعقبو ان شاء الله الزغ زي شي من ستاني غدا غاني ثمانية مزيان ديال الديكور توسيو يخلي غير واحد ستة هايدا غير واحد ستة هايدا باش نصوبو به شي بلاطو يعني نزوقو به من الفوق وصا فقا من بعد ما الزيغ من يشحى أمية أخشفو ما زال أخاسك غينة شامبينيوني أيا ملي تشحرت الخضرة ديالنا زاد عليها الشامبينيون جامبا ني قشاخ قصاخ رقم غازكير هيا الجامبا قطعة أطراف صغيرة ها نتوما كتشوفو يقيو عني الجامبا لي يشطر يخدم شي حاجة داك يجي مكاسرون غير غيك سامان جي يخدم باش الكوفيد شاغا ماني باش ماني داك النوغولا سبحان كيما كتشوفو الريوسة ديال الجامبا دارهم هنا واحد الكاسولة مع الماء باش هاديك المرقة يحتاجها تقرا شي حاجه الملاح جوزها شي حاجه الملاح شويه الملح كيدير لها شويه الملح نغاد عطريه من هي دابا يجي دير العطريه كيمون سكين جبيد دو فرقون ثلاثه هي استعمل غنيش خليه لي بزاف الملاح باش هو ني بارك عليكم بقى وني قيو عني بقيو عني خصك حاي مني جوني من زنقي دابا العطريه على حسب المهم كل واحد وذوقو حنا هادشي اللي كنستعمل في العطريه
هاكا يستوى غا الروز نيتا سنينا الروز ودابا إلا إدير طويصة ديال الروز ماكنوس نيجي غاقل عواد سبعة غنيتين عواد ماكنوس سبعة غنيتين غامبا نيه والغامبا قطعناها أطراف صغيرة ريفات صغار حرف مليح مليح هذا حرف مليح تحريك مزيان مزيان سبعة بغاس دنيتين أبخي كيدير هذيك الكفتة هانتوما كتشوفو ومن بعد سير كفتة يغسي ومن بعد تفاق مليح خوك سومة غتجغ شي حاجة غتجغ مية شي حاجة تحنى شي حاجة باش كيسير الحموني عادي غتخاور الكيس هاك شموخة ديال الكفتة ملي ليكم مليح غا تحرك مليح ملي يغسل يحرك مليح خصو نحركو مزيان مزيان باش ما يلصقش صافي فاق الكفتة ليا ناكم كنت ما خصها تفاق مليح حسيت ماشي حاجه كوامان شي حاجه هما ديس مازان قسمتي دغيا شي حاجه كان غير فارق لوخا امني يقيو عني غامبا هي غانيتين لوخا قمي غنستغل غانيتين زعما دابا هامية غير هامية نستغل غدا باش تسوش النكهة هذا مليح هذيك المرقة ديال اليوصة ديال الغامبا نبقى نخويو هنا واحد الصفاية ونخويو لا غنكرويت اني غا شي حاجة لاصوص طوماطيش موغ زعما مية وهنا كيدير شوية ديال لاصوص طوماط هاكيما كتشوفو نخليو هادشي يطيب شوية بشوية عليه هاد الجبنية غا هادي هو شوي شوي خاص هاكي هم ناقد ان شاء الله ان شاء الله هاك شكون من بعد ما نيا هو كسير دي يجن تكون جاي سانيتين مغازقان من كريم فريش منين طابت هي صافي الرز ديالنا طاب كيز واحد معلقه كبيره ديال الكريم فريش كيزيدها من الفوق وكيخلط مع التخليط ومن بعد زيد كي الكريم فريش نيطا جاتني طام قرانت من كريم فريش وخا كسير السميد ديال الزيت غاصفر كلشي دابا مغزر ما 100 ودابا كيدير السميده داك الكاس ديال السميده مع التخليط عاوتاني ها نتوما كتشوفوا الطريقه باش تقصح غير هني شي حاجه باش تقصح شويه هذا الخليط باش يقصح شويه ما يبقاش يجاري دوك ملي غاصفي صافي مغزر 100 صافي راه غيطفي يطفي الطنجره ديالنا السقسيع ومن بعد دابا الزيت عمار ان شاء الله الفلفل واني تي موزه ابخي غيمشي يعمر هذا الفلفل اللي كتشوفوا ولكن الاخوه هانتوما ولكن الاخا وزما الزيت عمار غير ديريكت هضره جي غير 5 دقائق عادي غير عمار الفلفل غنستنى واحد 5 مينوت حتى يبرد شويه شويه وعاد نعمروا الفلفله ونرجعوا لعندكم ان شاء الله هاك شوف من بعد كيف تجي الطاوة كيف تجي الزبده شي حاجه الزبده ديك الطاوة هي 100 زعما 100 غراميه كندهنوا الطاوة ديالنا بالزبدة هانتوما كتشوفوا هاك شكون جيت هنا الطاوية مغاسقة سمنتيكاس الزبدة ني لوخا هدا صغانيتين هانتوما كتشوفوا كيهز الفليفلة راه ما مانيني ولكن نورمالمون تعمر تسوي سوني مغاسقة وغيجي شي دانيتين يزي تعمر
غيعمر الفلفله كما كتشوفوا بهذاك الخليط ونحطوهم في الطاوه كتشوفوا الطريقه. المغاميه هذا سكر حتى ونقالوا صافي غاهم دبر كلشي المغاميه حاميه المغاميه كلشي من هنايا مغزال ماميه احنا نعمروا كلشي هاد الفلفلات هاد الطريقه ان شاء الله ونرجعوا لعندكم ان شاء الله. خشوا مزيان عمر الفلفل الني اقات مغزال ماميه انتم عمرنا هذيك الفلفله كما كتشوفوا وتحاول ان شاء الله الفلفل دائما تختار الفلفل اللي جاني نيشان القلب ريج فيما نتواري المهم خشقا عما في مش قصنا مغاز تقر ولكن قاعد كني دايما باش راهم تصعيب شي الخدمة تحاول دائما تاوم الفلفل اللي جند القابل الهواء ماشي الفلفل الهواء يطيح تما نيشان الفلفل ديج تبقاو تجيبوا الفلفلة تكون بهذا الشكل يعني هايلة باش ما تصعبش عليكم في التعمار. زي سيني هذيك سير الالومنيوم هو الالومنيوم قلت الالومنيوم امية زيت تقر هانتوما نديرو في الالومنيوم امية مثل شوف هيدا الساس خضيا ايوا راح غني حتى 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 ونقالو قا المهم نمشيو نكملو نديرهم كاملين في الالومنيوم ان شاء الله ونرجعو لكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفو كيفاش الطريقه ها الطريقه وخا تكسر شي حاجه هو مان دابا نهز شويه د الماء غادي نغنيتين هانتوما كتشوفو كيفاش هانتوما كتشوفو كيفاش هاد الطريقه كيفاش هاد السي حميغه فرانه 180 درجه الحراره كيسخن الفران على 180 درجه ها السي فرانه يجمو دا مثلا زي 25 مينوت حتى ماكسيموم 25 مينوت 30 مينوت ماكس على حسب الفران غاكم ماكسيموم 25 مينوت يطيبو صافي اولا على حسب الفران اللي عندكم ماكسيموم اش غايد دانيتين ماكسيموم مينو غايد زي 25 مينوت 30 مينوت ماكسيموم فهمت هي هو من هي فهم وعلى حسب الفران اللي غاسبنا فهم اخ شوف زيدي كسر زكو فران اخ شوف مامية هذيك كسر يجي جميع سوسي دانيتين شي حاجة مغاسقا يرمسي تقشا غامير ما يرمسي تقشا نيث ها تقسى 100 وتقسى نيث ها يرمي تقسى نيث ها وتحتاج قاع بوش نحاج ها كسنيته غير زاميه و تكسنيته الماء صافي هما كيما كتشوفوا راه خرجناها من الفران راه هي طايبه ها هي متكسنيه لا وتحاجه واش الحاجه جاتني تيجي انت تصنع شي حاجه و وما تكسمش غير مني لقيت ما حنو عقبنا كيكم الوخا طبقينو واش مزكير ان شاء الله نتمنى ديال ديال اعجاب لكم ان شاء الله واش مخدكم زيت قدام ان شاء الله تزوقتي يا ميا هانتوما الاخوات الطبق ديالنا الاخير البلا ديالنا اللي دار الشيف ديالنا هو كي جا كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب الجميع وما تنساوناش بلي زابوني راكم شوما ان شاء الله نتمنىكم يعجبنا غير المنيل المهم صحي نتمنى ان شاء الله يا سيدي ربي يخلي يسمح من الجميع المهم وتمشي اللايك دعما ونغديني دائما ان شاء الله نشنا قناه كيكم زيد سيس لاغوسي تجي نعاون ان شاء الله اشين فيديو نيت ان شاء الله مرنده غادي السلام عليكم.